وصفت بأنها أحد أكثر السباقات الرئاسية ضراوة في ذاكرة التاريخ الحديث. الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لم تحسم بعد، كيف ستؤثر على ملف الوجود الإيراني في سوريا؟ مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من العمق السياسي، والتي نناقش فيها كيف ستحسم الانتخابات بين ترامب وبايدن، وما هي أوجه الاختلاف بين المرشحين حيال الملف الإيراني، ما هي تفاصيل زيارة أحمد العودة برفقة وفد روسي إلى الأردن، وهل بدأت روسيا التنسيق مع الأردن لإنهاء الوجود الإيراني من الجنوب السوري؟ مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من العمق السياسي. نناقش في المحور الأول من هذه الحلقة ساعات الحسم الأخيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، وانعكاسات فوز أحد المرشحين على الوجود الإيراني في سوريا، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نتائج الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة إلى بلاده، فيما استبعد المبعوث الأمريكي جيمس جيفري في وقت سابق أن تؤثر نتائج الانتخابات الحالية على مطالب واشنطن برحيل إيران من سوريا. ساعات فقط ربما تفصلنا عن نتائج الانتخابات الأمريكية التي تتوجه عيون العالم إليها، ساعات ستحدد إن كانت الولايات المتحدة ستصبح ديمقراطية أم ستبقى جمهورية. في ظل هذا الترقب وكثرة المترقبين، يبدو أن إيران تعتبر من أكثر الدول اهتماما بهذه الانتخابات، فطهران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد مع واشنطن عقب فوز ترامب بكرسي البيت الأبيض عام 2016، إذ قام الرئيس الأمريكي بعد عامين من استلامه مقاليد الأمور في بلاده بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أو ما عرف أنذاك بخطة العمل الشاملة التي وقعها سلفه الجمهوري باراك أوباما مع طهران بوجود دول الخمسة زائد واحد قبل تركه البيت الأبيض بعام فقط. التصعيد الأمريكي مع إيران، والذي حمل بصمة جمهورية ترامبية على وجه التحديد، من المؤكد أنه لم يعجب الإيرانيين، ومن المؤكد أيضا أنهم يتمنون خسارة ترامب في هذه الانتخابات وفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. هذا ما ألمح له وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عندما قال: نتوقع من بايدن أن ينتهج سلوكا مختلفا عن ترامب مع إيران في حال فوزه بالانتخابات، كما نقلت وكالة روسيا اليوم. ولا بد من الإشارة هنا أن بايدن كان نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثناء توقيع الاتفاق النووي مع طهران. بدوره، المرشح الديمقراطي جو بايدن أعلن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه في حال فوزه في الانتخابات سيعود للاتفاق مع طهران شريطة التزام الأخيرة بتعهداتها النووية كاملة. بعيدا عن الاتفاق النووي، من المؤكد أن إيران لن تنسى أكبر صفعة عسكرية وجهها لها ترامب باغتيال قاسم سليماني قائد ميليشيا فيلق القدس والذراع الأطول لطهران في المنطقة، فضلا عن الحديث في عهده عن تحجيم دور إيران في المنطقة وفي سوريا على وجه الخصوص. فماذا ينتظر إيران في لاحق الأيام؟ وهل ستتغير السياسة الأمريكية تجاهها بتغير الرئيس؟ أم إن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران واحدة؟ أرحب بضيفتي من واشنطن السيدة مرح البقاعي، رئيسة الحزب الجمهوري السوري. يسعد مساكي سيدة مرح، وأهلا وسهلا فيك. بداية سيدة مرح، في ظل الانشغال الكبير العالمي، أنظار العالم كلها تتجه نحو واشنطن في ساعات ربما أو ليال تفصلنا عن تحديد رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، سنتحدث في هذه الحلقة عن دور هذا الرئيس القادم وتوجهه حيال الملف السوري والوجود الإيراني في سوريا تحديدا، لكن بداية يعني هل هناك حسم قريب لنتائج الانتخابات الأمريكية؟ سيدة مرح،
يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. السيدة ميس كريدي تنضم إلينا من اللاذقية، عضو اللجنة الدستورية المصغرة على المجتمع المدني. يسعد مساكي سيدة ميس. أسعد الله أوقاتك، بس خليني أفصل الاتصال بيني وبين الشباب عندكم بالاستديو. سيدة ميس أي معك أنا، أهلا وسهلا. نعم، يسعد مساك سيدة مايس. بداية يعني كنا نتحدث عن يعني هذه الساعات القليلة أو ربما الليالي القليلة المتبقية من عمر تحديد رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، في ظل سباق محتدم بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. كيف ينظر اليوم نظام الأسد إلى هذه الانتخابات؟ مع العلم يعني كان هناك صراع، دعينا نقول، أو هناك نظرة أكثر حزما من قبل الجمهوريين حيال الملف السوري وحيال نظام الأسد تحديدا، شاهدناها جلية واضحة في قصف مطار شعيرات، في العقوبات الأمريكية الأخيرة المعروفة بقانون قيصر. أسعد الله أوقاتك مرة ثانية. أولا أنت تسألني بما لا أعرف به، لأنه أولا أنا لست جزء من النظام السوري وليس لي علاقة برؤاه ولست مطلعة. إذا كنت تريدني أن أنقل لك رؤية الميديا كما يقدمها التلفزيون الرسمي السوري، فأيضا أنا لم أتابع بالفترة الماضية هذه الميديا، فهذا يصبح مهمة سهلة عليكم إذا كنتم تريدون. أنا بالنهاية شخص مستقل ضمن اللجنة الدستورية للمجتمع المدني وليس لي علاقة بكيف يفكر النظام. إذا كنت تريدني أن أحدثك كمواطن سوري هذا أمر آخر، لكن صيغة السؤال باعتقادي تحتاج إلى تعديل. طيب، بوجهة نظرك كيف ستؤثر، بوجهة نظرك الشخصية كحد عم يمارس سياسي اليوم في سوريا، بغض النظر مع أي الطرفين تحسبي نفسك أو إن كنت مستقلة بالفعل، كيف ستنعكس الانتخابات الرئاسية الحالية الأمريكية على الملف السوري، على رؤية الحل السياسي في سوريا، على الوجود الإيراني في سوريا؟ دعينا نبدأ نقطة نقطة مع الحل السياسي السوري. أنا باعتقادي أنه يعني تتبع أو اعتقاد البعض أن تغيير شخص الرئيس الأمريكي يغير من نموذج الإدارة الأمريكية هو يعني تصور خاطئ جدا، لأنه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بتنفيذ، هم مدراء تنفيذيين مؤقتين لمدة 4 سنوات أو يعني وفق الفترة الرئاسية، لكن هم لا يغيروا لا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ولا في مشاريعها. وعادة عندما تبدل المشاريع يعني يلعب الشخص دورا بسيطا بالتكتيكات وآلية تقديم المقترح، لكن أنا باعتقادي لا يؤثر شخص الرئيس الأمريكي على الأداء في الملف السوري على الإطلاق. قد يكون أثناء اللعبة الانتخابية بما يتعلق بموضوع إيران، يعني كان قد صرح جو بايدن منذ البداية من أول ما تم تقديم أول وثيقة للديمقراطيين، وأنا كنت سبق وقدمت عرض بذاك الوقت بفيديو مباشر حول هذه المسألة، عرض مطول لكن الناس وقتها لم تكن مهتمة لأنه لم يكن بدأ السباق الرئاسي. هذا عمره يعني أشهر. كانوا قد تحدث الديمقراطيين عن أن أولى أولوياتهم هي إعادة الملف النووي وإعادة الحوار مع طهران، وهذا كان المعطيات التي قدمها جو بايدن أو قدمتها الديمقراطيين بذاك الأمر. أنا باعتقادي أن هذه أيضا ليست مسألة مهمة، لأنه أيضا الرئيس ترامب وقتها قلت ذلك، قلت أنه سيلتقط الرئيس ترامب هذا الكلام إذا كان هو نقطة استباقية أو تسابقية في السباق المحموم للرئاسة، وسيبدأ بالدفع باتجاهها كما فعل هو في مسألة أنه عندما ذهب باتجاه حوار مع كوريا الشمالية. دائما الرئيس ترامب عندما يلتقط ما يرى خصومه في أنه مصلحة للشارع، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بالأداء الخارجي، يتوجه له بشكل سريع. ففي ذاك الوقت أيضا هو صرح بمقابل تصريحات الديمقراطيين أنه قد يذهب إلى لقاء مباشر أو إلى حوارات مع طهران وأبدأ استعداد، وهي دائما كانت هذه اللعبة التي يتكئ عليها كبنية شخص الرئيس ترامب. باعتقادي هو شخص فريح، شخص واضح، شخص يعني يتعامل إذن لا خلاف بالاستراتيجية الأمريكية،
حيال الملفات المهمة، وخاصة الملف المهم كالملف السوري وعلاقة إيران به، لا خلاف في الاستراتيجية. شوف الرئيس ترامب حتى كان ننتقل إلى يملك من الصراحة هي شخصيته تتميز بأنها شخصية تباشر بالحديث، يعني السياسات الأمريكية لم تتغير، نهجها لم يتغير ولا أدائها تغير، لكن هو كان يقول ما تحت اللسان، أو يعني لا يلجأ إلى طريقة كيسنجر في المداورة. طيب اسمحي لي سيدة مايس، يقول مباشر، هو قال مباشر نحن لا تعنينا أو لا تهمنا سوريا. نعم طيب اسمحي لي سيدة مايس، سوف أعود لك. سوريا ليس فيها ثروات العراق، هذه مسألة مهمة. تمام سوف أعود لك سيدة مايس، لكن سأنتقل إلى ضيفتي من واشنطن السيدة مرح البقاعي رئيسة الحزب الجمهوري السوري، عادت إلينا من جديد. يسعد مساكي سيدة مرح. بداية قبل أن نخوض بالحديث وتأثير الانتخابات والفائز الجديد على الملف السوري وعلى الوجود الإيراني في سوريا، بداية هل هناك حسم قريب للنتائج برأيك، وإلى أين تتجه نتائج الانتخابات الأمريكية؟ سيدة مرح، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع السيدة مرح. سيدة ميس أعود لك، كنت تتحدثي عن وجهة نظر الجمهوريين وخاصة ترامب حيال الملف السوري، تفضلي أكملي. لا أنا كنت أقول أنه هو قالها صراحة، لكن باعتقادي هي وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية حيال سوريا. لا يمكن الحديث عن الملفات الحالية دون مراجعة التاريخ. منذ الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة الأمريكية ليست ذات يد عليا في سوريا، وقد عزز هذا من تعاقب الحكومات في سوريا، فلم تكن أبدا الولايات المتحدة الأمريكية ذات سطوة أو ذات حضور بشكل كبير في سوريا، وإنما كانت سوريا دائما أقرب، أو خصوصا في فترة النمط الاشتراكي في الحكم أو النمط البعثي في الحكم كانت قريبة للاتحاد السوفيتي. وبعد الاتحاد السوفيتي أتينا إلى روسيا الاتحادية، وهذه الخطوط الحمراء الدول تلعب عليها وتقف عندها، إضافة إلى أنه لا مصلحة للتعدي. أما الواضح تماما يعني الولايات المتحدة الأمريكية خطها الأحمر الأول في المنطقة هو العراق، وبالتالي لم تسمح ولن تسمح لأي أحد أن يحاول المساس بمصالحها في العراق، وهذه مسألة أخذت تفاهمات دولية مع بريطانيا وتحشيد وتدخل مباشر ووجود وتنظيم للمسألة الدستورية وتوزيع الحصص في العراق. العراق بالنسبة لها ليس فقط بوابة نفطية وإنما بوابة استراتيجية، فالولايات المتحدة الأمريكية تحدد ذلك. الذي يختلف أن الرئيس ترامب يقول ذلك صراحة، لا يفعلها بمداورة السياسة. أما بالنسبة لأخطاء الديمقراطيين أعتقد أنه طيب اسمحي لي سيدة اسمحي لي سيدة مايس، بدي أعتذر عن المقاطعة مرة أخرى، وسوف نخرج بهذا الفاصل ثم نعود لك مشاهدين بعد الفاصل. كيف تتابع إيران ملف الانتخابات الأمريكية؟ إجراء العديد من النشاطات الوقائية ضد فيروس كورونا. عبد الرزاق صبيح، حلب اليوم، نريف في إدلب. حلب جمعة، حلب اليوم، نريف وقت. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. بدر كجك، قناة حلب اليوم، ريف حلب الغربي. إبراهيم السويد، قناة حلب اليوم، ريف إدلب. من أمام أحد المقاربين السيارة في ريف إدلب، وصول صدر حلب اليوم.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من العمق السياسي، والتي نناقش في محورها الأول ساعات الحسم الأخيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، وانعكاسات فوز أحد المرشحين على الوجود الإيراني في سوريا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا السيدة مرح البقاعي رئيسة الحزب الجمهوري السوري من واشنطن، والسيدة ميس كريدي عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن المجتمع المدني تنضم إلينا من اللاذقية. يسعد مساكن. وسيدة مرح، أبدأ معك. يعني كنت قد سألتك قبل الفاصل عن نتائج الانتخابات الأمريكية الحالية. بداية، أين تتجه؟ ما هو الاتجاه أو الخط العام للانتخابات؟ هل يوجد حسم قريب لأحد الطرفين على حساب الآخر؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي حلب اليوم. أهلا بك الأكارم. بداية، الأرقام الأخيرة الآن تظهر بشكل واضح تقدم بايدن. يعني بعض الولايات اللي كنا نتوقع أن يربحها ترامب، وهي جورجيا وبنسلفانيا، تذهب يبدو إلى سيد بايدن. طبعا نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نقبل بالنتائج، لأن هي صوت الشعب، لأن هذه العملية عملية ديمقراطية بشكل كامل. كان لنا رأي أن كل صوت يجب أن يحسب، وفعلا يتم احتساب كل صوت الآن، ولن تعلن النتائج إلى انتهاء عملية الفرز بشكل كامل في كافة الولايات. عندها يعلن الفائز فوزه. الواضح أن الأمور تتجه باتجاه بايدن، والبيت الأبيض الآن فيه رأيان، رأي أن يقبل الرئيس إذا نجح بايدن بالأصوات بشكل كامل، لا يمكن يعني الرجعة منه. الرأي في البيت الأبيض لبعض الفريق من فريق الرئيس ترامب أن يبدأ بإعلان سيدة مرح. سيدة مرح، يبدو أننا فقدنا الاتصال للأسف مع السيدة مرح. أعود لك سيدة ميس. حسن روحاني قال إن بلاده أمضت أسوأ أيامها خلال فترة تولي ترامب الرئاسة، وفي الوقت ذاته نفى أهمية النتائج بالنسبة لإيران. حسب وجهة نظرك، في ظل هذه التصريحات المتناقضة، ما الذي تنتظره إيران اليوم من الانتخابات الأمريكية؟ وإيران هي دولة فاعلة بشكل كبير في الملف السوري. قليل من الضجيج، أنا لا أسمعك. تفضل كمل لو سمحت. سيدة ميس، تسمعيني؟ تفضل. نعم، كنت قلت لك يعني أنه حسن روحاني قال إن بلاده أمضت أسوأ أيامها خلال فترة تولي ترامب الرئاسة، وفي الوقت ذاته نفى أهمية النتائج بالنسبة لإيران، أقصد نتائج الانتخابات. في ظل هذه التصريحات المتناقضة، ما الذي تنتظره إيران من الانتخابات الأمريكية؟ وإيران هي دولة فاعلة ومؤثرة بشكل كبير في الملف السوري. أنا أعتقد أن التصريحات ليست متناقضة على الإطلاق. فترة رئيس ترامب كانت فترة صعبة، لأنه قرر أن يستعجل بالاستراتيجيات ويستعجل بالتنفيذ ويستعجل بكشف الحقائق أو كشف شخصية الولايات المتحدة الأمريكية، فقام بالتعجل بمجموعة من الأمور. ربما لو كان مكانه رئيس آخر كانت سنوات مثلا، هو بغضون أشهر قام بدفع عملية التطبيع، قام بالحديث عن صفقة القرن. اعتبر كل هذه العناوين التي هي تعتبر عناوين واستراتيجيات لأداء الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة، اعتبرها عناوين انتخابية وبدأ ينجز فيها سريعا، مما أنا برأيي أعطى نتيجة عكسية تماما. لأنه باعتقادي إذا كنت سأفكر بطريقة الذين خدمهم إسرائيل أو حكومة نتنياهو أو غيره، فهو قدم ما يمكنه، فهم أصبحوا الآن بحاجة وأكثر من ما يمكنه، لأنه قام بإحراق مراحل كانت ربما تتطلب أشهر أو سنوات. فأكيد سيكون الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية محتاج لشخص آخر حتى يعيد التوازن بعد تلك التحركات السريعة التي ليست من عادة الولايات المتحدة الأمريكية أن تخطو فيها هذه الخطوات. هي بالنهاية مصالحها،
وهي بالنهاية استراتيجيتها وهي تسعى لها، لكن تمارسها مرونة سياسية أكثر، بلياقة سياسية أكثر. الرئيس ترامب قام بتفجير هذه الأمور. عندما يقول الرئيس روحاني أو أقول أنا أو أي شخص في العالم أن لا أحد يهتم بتغير النتائج الأمريكية أو بمن سيصل إلى البيت الأبيض، لأنه هذا مرد إلى ما كنت أقوله في بداية حلقتك. الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية مدراء تنفيذيين لا يملكون لا أن يغيروا سياسة الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا أن يتعارضوا مع مصالحها، وفيما لو حصل أي تعارض مع مصالح تلك الدولة العميقة. نعم، لكن سيدة ميس يعني الرئيس السابق باراك أوباما وقع اتفاقا نوويا وصف بالاتفاق التاريخي مع إيران، جاء بعده ترامب بعد الاتفاق بثلاثة أعوام على ما أذكر وخرج وانسحب من هذا الاتفاق. الرئيس ترامب كان يحمل لواء إخراج القوات الإيرانية من سوريا، هل سيتغير شيء في هذا المشهد؟ أولا أنا لا أعتقد أن رئيس ترامب يحمل هذا اللواء أو غيره في سوريا، لأنه هو نفسه يعني من كلامه سأستسقي هو بأكثر من مكان قال أنه لا تهم سوريا، هو يعتبر أن سوريا لا تهم المصالح الأمريكية. وقد يكون يعني حديث جو بايدن استثماره لأن الرئيس ترامب يتصرف بهذه الفجاجة أو بهذه الطريقة الواضحة جداً، كان قد تحدث حتى في نفس الوثيقة التي أحدثك عنها كان قد تحدث أنهم سوف يفكرون في دعم الحالة في شرق الفرات بمقابل انسحاب عسكري من سوريا. برأيي أن الرئيس ترامب عندما انقلب على الاتفاق النووي الإيراني هو لم ينقلب بهذا الخصوص، ولكن هو عفوا بعتذر منك، لكن هو بهذا الإطار لأنه في شوية خلل بالصوت بعتذر منك، بهذا الإطار هو انسحب من الملف النووي الإيراني. وماذا كانت النتيجة؟ لا يهم ماذا فعل أو غيره، هو كل ما فعله أنه أصبح الرئيس ماكرون نفسه يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتبع خطوات سياسية أكثر، أن تقوم بعملية تهدئة، ليس بمعنى أنت مع أو ضد إيران، ولكن بمعنى أنه هذه العملية التحريض وخلق الحروب والنعرات في المنطقة وتحريضها بهذا الشكل وخنق الناس عقوبات اقتصادية غير مبررة، توزيعها كما لو كان عم يوزع يعني كان عم يتصرف بأحادية غير ممكن تصورها وتحملها، والعالم يحتمل الأحادية. يعني ما الذي فاد بالسياسات الأمريكية لحد الآن؟ زاد من العنف في المنطقة، زاد من الصراعات، أبعد محاولات التهدئة. وهذا بالمقابل لا يجعلني أرى أن سلوك الرئيس أوباما كان صحيح. أنا من الأساس كتبت مرارا وتكرارا أن هناك بعض السلبية في أداء الرئيس أوباما أثرت كثيرا أيضا على العالم، لأنه اختار عملية عدم التحريك، تثبيت الملفات، ومن ثم الحالة الفضائحية التي خرجت مؤخرا بإلصاق الربيع العربي بالكامل بهيلاري كلينتون وبحرقها سياسيا بهذا الطريقة. أعتبر أن هذا أيضا بغض النظر نحن نراه معنا أو ضدنا قبل أن نناقشه في سوريا ماذا يهمنا، لكن تصرف بهذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية الداهي النهائي أنه يحمل معاني أنه لا رضا بالنهاية عن الخطوط السابقة، وأنه في إطار تشكيل جديد للعالم، وأن هناك خلل واضح وكبير بين السياسات الأوروبية والسياسات الأمريكية، وأن السياسات الأمريكية قامت بتوريط أوروبا بدليل أنهم أعتقد يظن الأوروبيين هذا بشكل رئيسي فرنسا أن الولايات المتحدة الأمريكية تورطهم مع تركيا وتقوم بدعم الرئيس أردوغان عليهم. أشكرك جزيل الشكر السيدة ميس كريدي عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن المجتمع المدني، كنت معنا من اللاذقية، شكرا لك سيدة ميس. مشاهدينا بعد الفاصل، تنسيق روسي أردني لطرد الميليشيات الإيرانية من الجنوب، فما هي التفاصيل؟
الجبهة الوطنية لحلب اليوم. الميليشيات الإيرانية تشارك في معارك حلب وأدلب. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم من قناة حلب اليوم. أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن وفدا تركيا سيتجه إلى روسيا اليوم الاثنين لإجراء مباحثات حول أدلب. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من العمق السياسي، والذي نناقش فيه زيارة قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس أحمد العودة إلى العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد روسي بهدف التنسيق لطرد الميليشيات الإيرانية من المنطقة وفتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأراضي الأردنية ومحافظة درعا جنوب سوريا. إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية أوضح في حديث مع العربي الجديد أن الزيارة جاءت بعد فشل القوات الروسية في إبعاد الميليشيات الإيرانية من المناطق الواقعة قرب الحدود الأردنية. المزيد في التقرير التالي. في الجنوب السوري تجهز روسيا الفيلق الخامس لإدارة المنطقة واستبعاد اللاعب الإيراني في محاولة للحفاظ على مصالحها وضمان عائد استثماراتها، ولعل موسكو ترى في درعا بوابة لتثبيت نفوذها العسكري وخلق منطقة استراتيجية خالصة لها. عضو هيئة التفاوض في المعارضة العميد إبراهيم الجباوي تحدث لموقع العربي الجديد عن وجود تنسيق روسي أردني لطرد الميليشيات الإيرانية من درعا وفتح معبر جابر نصيب الحدودي، تنسيق استدعى زيارة أحمد العودة قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس للعاصمة الأردنية عمان إلى جانب وفد روسي للقاء وزيري الخارجية الروسي والأردني. ويرى جباوي أن الزيارة جاءت بعد فشل القوات الروسية في إبعاد الميليشيات الإيرانية من المنطقة الحدودية مع إسرائيل والأردن مسافة 80 كيلومتر وفق الاتفاق الموقع بين روسيا وأمريكا عام 2018. من جهة أخرى تريد موسكو ضمان سلاسة تدفق المساعدات الدولية غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية عبر المعابر الشرعية في الجنوب مع تردي الواقع المعيشي هناك وارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات. أما المخاوف الأردنية جاءت بسبب سيطرة الفرقة الرابعة وميليشيا إيران على معبر نصيب الحدودي وضبط الأردن لكميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها للمملكة ودول الخليج، إضافة لخوفها من تهريب الإرهابيين والأسلحة لأراضيها. المجريات الأخيرة في درعا تزامنت مع تغيير لافت على الساحة السياسية، إذ غيرت روسيا جميع القادة العسكريين المسؤولين عن الجنوب السوري، تزامناً مع وصول جنرال روسي جديد إلى مدينة بصرة الشام معقل اللواء الثامن في الفيلق الخامس، في وقت حصل فيه أعضاء اللجان المركزية في درعا خلال اجتماع مع الروس على تطمينات تخص عودة اللاجئين وحمايتهم، الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة بسبب ازدياد عمليات الاعتقال والاغتيال. ومع وجود ثلاث قوى تتصارع على الجنوب السوري وهي إيران مع حزب الله وروسيا وإسرائيل، يشير ميزان القوى على الأرض لتفوق إيران، حيث أنها تسيطر على مناطق استراتيجية مطلة على الجولان المحتل،
بالمقابل تحاول روسيا تغيير المعادلة لصالحها عبر الفيلق الخامس الذي تسعى جاهدة لتعزيز نفوذه في المنطقة. أرحب بضيوفي عامر الحوراني ناطق باسم تجمع أحرار حوران من الحدود الأردنية السورية، ومحمد العويد كاتب وصحفي من باريس، وياسر رحيل كاتب وصحفي من إسطنبول. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. سيد عامر، أبدأ معك، كيف يبدو الوضع الأمني بداية في درعا اليوم، وهل من تحركات إضافية أو استنفار للميليشيات الإيرانية أو النظام في هذه المنطقة؟ عامر، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، ربما يعود إلينا عامر في سياق هذه الحلقة. انتقل لضيفي من اسطنبول السيد ياسر رحيل، أهلا وسهلا بك مجددا. ما هي تفاصيل الزيارة التي قام بها أحمد العودة إلى الأردن برفقة الوفد الروسي؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا ولضيوفك الكرام. بكل تأكيد يعني غادر تقريبا الأسبوع الفات أحمد العودة باتجاه الأراضي الأردنية برفقة وفد يعني عدد من القادة أو العسكريين الذين يتبعون للواء الثامن الذي يتبع للفيلق الخامس تحت أمرة روسيا. والحديث كان عن اجتماعات مع الجانب الأردني في ظل الأحداث التي سبقت هذا الاجتماع والتطورات والسيناريوهات التي سبقت هذا الاجتماع، أبرزها كما يعلم الجميع اغتيال أحد قادة المصالحة وأبرز أو أحد قادة اللجنة المشتركة والمفاوضات في درعا، القيادي السابق في المعارضة أحمد أدهم أكراد، بالإضافة إلى مؤتمر اللاجئين الذي تدعو إليه روسيا في دمشق في الأيام القادمة. وأيضا يعني بكل تأكيد التمدد الإيراني الكبير والإغلاق المستمر لحدود نصيب ومعبر نصيب، هذه الأمور بكل تأكيد يعني استدعت الجانب الأردني ومن والدول الأجمع التي توافق على التي وافقت على اتفاقية التسوية قبل عامين في 2018 استدعاء أحمد العودة من أجل وضع سيناريوهات جديدة للجنوب في ظل التصعيد و الاغتيالات والاعتقالات وايضا تردي الاوضاع المعيشيه في ما هي السيناريوهات المطروحه خلال هذا الاجتماع؟ ماذا طرح في هذا الاجتماع بما يخص الجنوب وبما يخص الوجود الايراني على وجه التحديد؟ الحديث دائما وابدا يكون يعني ان كان بلباس ان كان حقيقي او وهمي لا اعلم مدى مصداقيه هذا الامر، لكن من ابرز النقاط التي يعني أصبح الكلام عليها وكان الإجماع عليها هو إبعاد وطرد ميليشيات إيران وحزب الله من الجنوب وبالأخص معبر نصيب من أجل فتح للمساعدات الإنسانية التي تحدثت عنها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. يعني الحديث كان يدور حول معبر نصيب وإعادة فتحه، وبكل تأكيد اللاجئين السوريين كون روسيا أيضا يعني كما تحدثت نعم تريد يعني أن تبدأ بملف اللاجئين. نعم يعني لا يوجد شيء يتعلق بالوجود الإيراني ومحاربة الوجود الإيراني وما إلى ذلك. هو أكيد يعني على يعني معبر نصيب سبب إغلاقه الرئيسي معروف للجميع هو تواجد الفرقة الرابعة بشكل كبير داخل المعبر، بالإضافة إلى ميليشيات على الاستيراد الدولي دمشق عمان. هذا الشيء لا يرغب فيه الجانب الأردني نهائياً في ظل انتشار الفوضى والأتاوات وأيضاً تهريب المخدرات، حيث يعني كما تفضل تقريركم أطنان من المخدرات قدمت من طيب اسمح لي سيد ياسر اسمح لي سيد ياسر، بدي أنتقل لضيفي من باريس السيد محمد العويد. سيد محمد، ما هي الأسباب وراء تغيير روسيا جميع القادة العسكريين المسؤولين عن الجنوب السوري وتعيين جنرال جديد مسؤول عنهم؟ كيف تقرأ هذه التغييرات؟ يعني يسمح لي بداية أن أعقب على ما قاله التقرير وما ذكره الزميل ياسر. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. لكن بتقديري أن زيارة العودة إلى الأردن هي زيارة طبيعية بحكم تواجد عائلة العودة أصلا بالأردن، فهو كل يعني فترة لا تتجاوز الأشهر يغادر إلى الأردن لزيارة عائلته، وبالتالي الروس ليسوا بحاجة لاستدعاء العودة إلى الأردن لأنه هو بشكل طبيعي يذهب إلى الأردن. الروس متواجدون في المحافظة
في محافظة درعا، وبالتالي اللقاءات يعني شبه دورية مع العودة سواء للتنسيق أو لبعض المطالب. يعني تنفي حضرتك تنفي ما جاء به السيد إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض وما تحدث عنه للعربي الجديد؟ نعم بتقديري يعني المعلومات للأسف شحيحة، وبالتالي يعني لا بأس من بعض القراءات، لكن ليس يعني جميعنا نقع بمغالطات، لا أريد أن أخطئ سيادة العميد، لكن بتقديري يعني على الأقل هذه المعلومات التي بين يدي شخصيا، لأنه غادر أصلا الوفد الروسي غادر عمان قبل أن يلتقي بالعودة. إضافة إلى نقطة ثالثة أصلا أن الدولة المملكة الأردنية الهاشمية ليست بهذا الوارد على الأقل رسميا أن تلتقي بالموفد الروسي وبالعودة كنظير، وهذه يعني بروتوكولات سياسية، لذلك لم نرى في وسائل الإعلام الأردنية أي حديث عن اللقاء، يعني بقي استنتاجات إذا جاز التعبير. خرج وزير الخارجية الأردني وتحدث عن اللقاء الأردني الروسي وليس موجود العودة. ومن هنا بتقديري يعني إجابة على سؤالك يعني عندما سألت أنه ما هو سبب تغيير الموفد الروسي في محافظة درعا، أيضا هنا يعني أميل إلى أنه هو تغيير طبيعي، بمعنى ربما هذه التغييرات يعني نشهدها كل سنتين في محافظة درعا أو في غيرها، تغييرات القادة العسكرية سواء في الجانب السياسي سواء في الجانب الدولة السورية النظام السوري أو الجانب الروسي، هي تغييرات طبيعية. إضافة إلى أن بعض الرسائل التي أوصلها بعض القادة في حوران إلى قاعدة تحميمين من غياب التجاوب، من غياب يعني ما يطلبونه، وبالتالي قنوات الاستجابة تكون بطيئة جدا، ومن هنا بتقديري جاء هذا التغيير كنوع من الجانب الروسي ليعرب عن استعداده للتجاوب، استعداده لتحقيق المطالب. ومن هنا شفنا يعني رأينا أو تابعنا جميعا خروج عدد جيد من المعتقلين في المحافظة بلغ 63. الاجتماع التالي الذي يعني تابعناه جميعا أمس عبر اللجان المركزية والقيادة العسكرية تمهيدا للجنة موحدة في الجنوب السوري، ربما هذه مؤشرات لترتاح الأطراف في الجنوب سوريا للقبول وبالتالي مساعدة الروسي إذا جاز التعبير للذهاب إلى ما يريد تحقيقه خلال هذه الفترة، لديه استحقاقات ممثلة بمؤتمر اللاجئين كما أشار الزميل ياسر قبل قليل، وأيضا لدينا استحقاق أيضا يعني أكثر أهمية وأبلغ تعقيدها هو انتخابات الرئاسة في شهر نيسان للرئاسة السورية، وبالتالي هذه مجموعة من الرسائل بتقديري يريد الطرف الروسي إرسالها، يستجيب ضمن الإمكانيات وضمن المتاح لحلفائه الأردن والإسرائيلي ومن ضمنهم أبناء الجنوب بتحجيم دور النفوذ الإيراني وتوسعه. لكن يعني هنا دعني أيضا أعلق سريعا على بعجالة المعبر. تفضل بعجالة. تفضل. نعم، بتقديري أن إغلاق المعبر، بتقديري أيضا أن إغلاق المعبر بحسب الإعلام الأردني هو ناتج ليس عن استبدال، يعني ليس المطروح هو استبدال الفرقة الرابعة بقوات أحمد العودة، وهذه أيضا بالبروتوكولات الدولية غير جائزة، بمعنى الأردن لن تطالب بإخراج القوى التي تمثل الدولة من جمارك وجوازات ويعني فروع لإدارات مركزية تتبع لوزارة الزراعة وأحيانا الصحة وتستبدلها بالعودة، هذا فنيا غير ممكن، بتقديري أن الإغلاق جاء يعني بعد مخاوف تصاعد حالة الكورونا في الأردن وتناول المعبر كأحد البوابات المحتملة أن تكون هي وراء ذلك، ولكن شاهدنا أنه تم فتح المعبر عموما بالأيام الماضية ووصلت البضائع حتى إلى الخليج. اسمح لي سيد محمد مشاهدينا بعد الفاصل، هل سينتهي الخلاف بين درعا والسويداء بانسحاب اللواء الثامن من الجرية؟
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونناقش في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم الحديث عن تنسيق أردني روسي لطرد الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري وفتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأراضي الأردنية ومحافظة درعا. أرحب بضيوفي السيد عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران من الحدود الأردنية السورية، والسيد محمد العويد كاتب وصحفي من باريس، والسيد ياسر رحيل كاتب وصحفي يحدثنا من إسطنبول. عامر، دعني أبدأ معك بداية، كيف يبدو المشهد الأمني اليوم في درعا؟ هل يوجد استفزازات أمنية؟ هل يوجد تحركات إضافية من قبل النظام أو الميليشيات الإيرانية؟ الكثير الذي يعني حثت عليه الميليشيات الايرانيه الخاصه المحليه في محافظه سويداء، وخاصه ممن يدفعون ويدربهم يعني الدفاع الوطني هناك، لم تعد يعني تصدر اي خطوات بعد فشل هذا الهجوم هناك من الجهه الشرقيه لمدينه قصر الشام درعا الشرقي. ايضا يعني الاغتيالات المستمره والتي يعني جميع يعني الأذرع لهذه الاغتيالات وجميع الخيوط تدل على أن الميليشيات الإيرانية هي من تدير عمليات الاغتيال هذه من خلال أفرعها يعني التي تتغلغل داخل الأفرع الأمنية في محافظة درعا، ويعني الميليشيات المحلية التي جندتها خلال يعني العامين الأخيرين منذ سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 2018. هذه الاغتيالات لا تزال في محافظة درعا، لدينا يعني في كل شهر إحصائيات يعني تقارب أن متوسط عمليات اغتيال، هناك عملية اغتيال يوميا تحصل في محافظة درعا، وجميع من يتم استهدافهم إما يعني عناصر داخل النظام وإما يعني من أجروا التسويات ويعني وقفوا يوما بوجه هذا المشروع الإيراني أو مشروع التشيع كقضاة سابقين في محكمة دار العدل أو شيوخ يعتلون المنابر وكانوا يعني يوعون الأهالي من خطر هذا يعني المشروع في الجنوب السوري. أيضا يعني التحركات للميليشيات الإيرانية مستمرة في الجنوب السوري من خلال يعني تجنيد العشرات من أبناء المحافظة يعني في الريف الغربي في الريف الشرقي. هناك محاولات مضادة لهذا يعني النوع من خلال يعني الفلق الخامس الذي كان قد يعني أعلن عن دورة تدريبية يعني حاول ضم العديد من أبناء المحافظة لتجنبهم يعني الانضمام لهذه الميليشيات التي تتبع لإيران. نعم عمر، وماذا عن انسحاب ميليشيا الفيلق الخامس من الأراضي الزراعية التابعة لبلدة القرية بعجالة إذا سمحت؟ لم أسمع السؤال. ماذا عن الحديث عن انسحاب الفيلق الخامس أو اللواء الثامن بالتحديد التابع للفيلق الخامس من الأراضي الزراعية التابعة لبلدة القرية بريف السويداء؟ صراحة يعني هناك عدة نقاط ما زالت يعني موجودة للفيلق الخامس في يعني الأراضي الزراعية القريبة من بلدة القرية في ريف السويداء غرب هذه البلدة وشرق مدينة قصر الشام، وهذه النقاط هي موجودة من في الأساس بسبب يعني العمليات الخطف المتبادلة التي كانت تحصل يعني على طول الحدود هناك بين المحافظتين الجارتين، أيضا للحد من أي تحركات لفصائل قد تقوم بعمليات يعني رد فعل على الفشل الهجوم والقتل الذين سقطوا نتيجة الأحداث الأخيرة. ما زالت هناك يعني نقاط موجودة للفيلق الخامس في تلك المحافظة. لم ينسحب الفيلق الخامس؟ نعم ينسحب، لم تصلنا أي معلومات عن هذا. نعم، انتقل لضيفي من اسطنبول السيد ياسر. سيد ياسر، يعني البعض يرى أن النزاع أو الخلاف الذي يحصل اليوم بين السويداء وبين درعا ممثلتان بالميليشيات التي تسيطر على المناطق فيهما هو بذور أو هو أبرز ملامح للصراع الروسي الإيراني في المنطقة في الجنوب السوري تحديدا. ما رأيك بهذا الكلام؟ وهل يمكن أن يشتعل فتيل الحرب بين الطرفين أو النزاع الدموي بين الطرفين بشكل أكبر في الأيام القادمة؟ للأسف يعني دائما المشاكل أو الأحداث التي بتصير يعني بين المدينتين أو المحافظتين درعا والسويداء يقوم في يعني بها فاعلون بشكل متعمد، إن كان النظام في بداية الثورة السورية وحتى حاليا ميليشيات إيران. يعني معروف دائما الميليشيات والأنظمة تقتات على الحروب والصراعات وعلى الفتن بين المدن والقرى والبلدات في نفس المدينة، فما بالك نحن نتكلم عن درعا والسويداء، اختلاف في عديد من الأمور ويتلعب
ويلعب النظام وبالآن ميليشيات إيرانية على النفس الطائفي في المنطقة. لذلك دائما نشاهد حالات خطف، وعندما وعند العودة إلى 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 المتسببين الرئيسيين في هذه الحالات أو القتل العمد أو أي عمليات انتهاك في المنطقة، نشاهد أن هناك إما قوات النظام وأفرعه الأمنية أو حتى ميليشيات إيران التي دخلت من يعني بالقريب في هذا في هذه كما يسموها الفتنة بين الجارتين. والآن نشاهد أيضا الرد من قبل الفيلق أو اللواء الثامن بالذات على هذه الميليشيات وعلى الأفراد الذين يوالون هذه الميليشيات. رأينا يعني هناك كان اشتباكات تقريبا قبل شهر وحتى في شهر 3، يعني الموضوع ليس بجديد، الموضوع تكرر أكثر من مرة في هذا العام بالذات من شهر 3 وحتى يومنا هذا كان هناك أكثر من حالة اشتباك، أكثر من حالة اختراق. نحن نتكلم عن اختراق أمني بالقرب من قطع النظام العسكري وأفرعه الأمنية، شباب يحملون أو مجندين لصالح ميليشيات ما إن كانت إيران أو حتى لروسيا يحملون بنادق ويتجهون باتجاه النقاط الأخرى لأهالي المحافظة الثانية، يقومون بأعمال استفزازية تحت مرأى النظام. يعني في الأحداث الأخيرة التي حصلت كان هناك أكثر من نقطة عسكرية بالقرب من المجموعات التي اشتبكت، لكن كلنا هي ردة فعل للنظام وميليشياته بالعكس تماما، يعني كانت واقفة على جانب وتنظر إلى الأمر. يعني للأسف يعني النظام مبسوط من ما يجري في المحافظة وهو ما يريده بالذات، وبكل تأكيد ميليشيات إيران وحتى بعض الشيء روسيا التي دائما كما حدث في شهر 3 عند الوصول لأي اتفاق، تعلم يعني المحافظتين يعني يسودهما الجو العشائري. شهدنا في شهر 3 كان هناك يعني تقريبا اتفاق صلح عشائري بين المحافظتين، وعند الانتهاء من الصلح قدم وفد روسي ويعني وتصدر المشهد على أساس أنه هو اللي حل المشكلة، ودائما هذا ما تسعى إليه روسيا، اتفاقيات وتسويات وحلالة المشاكل في الجنوب في أي مشكلة أو أي خرق. طيب. دائما تريد أن تكون طيب. ذلك في الجنوب السوري. طيب اسمح لي سيد محمد، سيد ياسر أنتقل للسيد محمد العويد. سيد محمد، يعني السؤال القديم المتجدد دائما، هل تريد روسيا إخراج إيران من المنطقة من الجنوب السوري تحديدا، أم تريد إبقائها كورقة ضغط على جهات محلية أو جهات خارجية مثل إسرائيل على سبيل المثال؟ نعم، يعني هذا السؤال دائما مطروح ودائما يحتاج للبحث والإجابة. بتقديري أن مرحليا على الأقل خلال المرحلة القادمة لن تذهب روسيا في هذا الاتجاه، بمعنى لن تذهب لكسر عظم مع حليفها الاستراتيجي الإيراني، لكنها بالتأكيد هي تساوم المجتمع الغربي عموما والأمريكي تحديدا في للمرحلة القادمة، بمعنى إذا أعطي للروسي ما الضمانات، إذا أعطي للروسي ما يريد، إذا سارت الأمور ضمن توافقات المجتمع الغربي، إعادة أعمار، إعادة اللاجئين، الانتقال إلى وتطبيق القرارات الدولية 2254، بالتأكيد هذا يعني نهاية دور طبيعي للجانب الإيراني، وبالتالي الروسي لن يذهب مجددا لإعادة فرض اللاعب الإيراني ضمن هذه الحالة، بل على العكس لدينا اليوم في المشهد جنوبا في يعني في الجنوب السوري لدينا ما يظهره الجبل، يعني كرة الثلج التي تخفي ما هو في المشهد السوري عموما. التحدي الأبرز ربما للروسي هو في المناطق الساحل السوري وفي شرق سوريا، لدينا سكة القطار التي يعني جرى ويجري الحديث عنها دوما من الجانب الإيراني، والتي ستصل إلى مرفأ اللاذقية والذي أيضا سيطر عليه الإيراني. بالمقابل الروسي استطاع أن يستثمر أو عقد أوراق الاستثمار مع مرفأ طرطوس وقرب قاعدة تحميمة، هذا سيشكل خطورة بالغة بالنسبة للروسي، لأنه سيكون عرضة للطيران والهجوم الإسرائيلي، وبالتالي الروسي على المدى الطويل لديه الرغبة ولديه النية بإخراج الإيراني، لكنه بالتأكيد هو يعني دعنا هنا بين هلالين نقول مضطر لهذا اللعب السياسي على أمل الوصول لتسوية نهائية في الملف السوري، لن يكون هو المدافع أو الحامي للتواجد الإيراني.
نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد محمد العويد كاتب وصحفي، كنت معنا من باريس. كما أشكر ضيفي السيد عامر الحوراني ناطق باسم تجمع أحرار حوران، حدثنا من الحدود الأردنية السورية، والسيد ياسر رحيل كاتب وصحفي حدثنا من إسطنبول التركية. شكرا لكم مشاهدينا وعلى طيب المتابعة لحلقة اليوم من العمق السياسي، والتي ناقشنا في محورها الأول انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على ملف الوجود الإيراني في سوريا، وتحدثنا في محورها الثاني عن التنسيق الروسي الأردني لإزاحة إيران من الجنوب السوري. لكم مني أطيب التمنيات، أنا بشر حاوي ومن فريق العمل، إلى اللقاء.